أن أفيدكم أن مساجدنا في معظمها تتواجد بها مصليات للنساء، وهذا دليل الاهتمام، وهي عامرة بنشاط دائم بالفرع النسوي في التعليم القرآني، محو الأمية، توجيه الديني، الفتوى، بل نشرك كل القطاعات الأخرى لتقديم دروس للمرأة داخل هذه الفضاءات المخصصة للمرأة. كما أفيد سيادتكم أن بعض المساجد استقر نظامها على استقبال النساء لأداء الصلوات يوميا، مش يوم ويوم آخر ما كانش، يوميا في معظم المصليات، ومعظمها مفتوح لحضورهن الصلوات الخمس نظرا لتوافق أوقات النشاط النسوي مع أوقات الصلوات، ونحن نرتبها على هذا النحو، خاصة صلاتي الظهر والعصر، مع العلم أن الدائرة الوزارية من خلال مصالحها الخارجية في المديريات الولائية تتعامل مع كل انشغال ميداني وفق ما يتوفر لها من تأطير نسوي وبشري. كما أفيدكم أن المساجد المحاذية للطرق الوطنية تحظى بعناية خاصة لتهيئتها واستقبال المسافرين لأداء صلواتهم، نساء كانوا، نساء كنا أو رجالاً.